السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم هلأ. خلص البنزين واشتغل ضوء البنزين على 25 كيلومتر بيكون. هلأ بقى 13 كيلومتر والكازية بعيدة. بدنا نشوف قديش بده تمشينا بعد ما اشتغل الضوء. أول ما اشتغل الضوء كان باقي لي 25 كيلومتر، هلا باقي لي 18. فأنا نشوف في ناس لسه ما توصل نص البنزين هنا، يروح شو مساوين؟ يعبوا بنزين. خلوها تفضى عادي، ما يصير شيء. هلا باقي لي 15 كيلومتر هيك كاتبين. أنا أشوف هوصل الكازية ولا ما راح أوصل. هل إذا صار صفر هتمشيني ولا مش هتمشيني؟ أنا بقول بتمشيني بعد ما صير صفر، يمكن كمان تمشيني شي 20 كيلومتر ولا شي. ولهلقنا ماشيين بهالسيارة وباقي 8 كيلومتر والضو شغال ولا نخشى شي. وهلا صار باقي 7 كيلومتر وضو البنزين شغال وما زالت السيارة تمشي، وإنها تمشي. لا تخشى شيء، خليك جريء. صارت 6 كيلومتر ولا لسه؟ تعال إذا بدنا نقطع بدي سهل للسهل للسهل. لا إن شاء الله ما بنقطع. ايه كازية الفرج وصل. طق الغماز ما انا وصلنا على الكازية. حلو وعبينا بنزين فولناها فل. كتبولي 487 كيلومتر وهي صار 486 كيلومتر بتمشيك. سيارة تويوتا يارس 2015 عبيناها ب 75 درهم فول. خسرنا. يلا يعطيكم العافية. ولا حد يخاف وقت بيفضل بنزين. أو قلبكم لا نخشى شيء.